قناة لمسة من ايديكي من كل مكان. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفاهيتة اللحمة زي ما احنا شايفين، شكلها بجد بجد تحفة، طعمها وريحتها حلوة جدا. طبعا احنا لما بنشتريها من بره بنشتريها غالية جدا، الولاد بيحبوها فبيشتروها من بره. لا، هنعملها في البيت بمنتهى السهولة وبامكانيات بسيطة، مش هتبقى مكلفة ولا غالية، وفي نفس الوقت هي طعمها حلو جدا والولاد بيحبوها، وكمان سهلة جدا ان انت تعمليها في البيت. خليكم معايا في الفيديو المقادير والخطوات واحدة واحدة، وان شاء الله هنعملها سوا بمنتهى السهولة. خليكم معايا. واول حاجة هنعملها ان احنا هنتبل اللحمة، بس عايزة اوريكم في الاول تقطيع اللحمة اللي هنعملها فاهيتة. زي ما شايفين تقطيعها كده شرايح رفيعة خالص، ممكن تبقى الشرايح دي اعرض شوية، بس انا حابة ان انا اعملها رفيعة علشان تبقى يعني ايه تستوي بسرعة، ما تاخدش وقت في السوى. اول حاجة بقى هنحطها في التتبيلة، هنحط ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا وبصل بودر وسكر وحوالي معلقتين من الصويا صوص. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض. وبعدين هننزل باللحمة وهنبتدي نقلب فيها. وبعد لما قلبناها في بعض كويس عشان تشرب كويس من التتبيلة، وكل حتة او كل شريحة من اللحمة تتشرب كويس من التتبيلة، وبعد كده هنغطيها وهنركنها بالظبط ساعة علشان تتشرب كده في التتبيلة، وبعد كده نبتدي نشتغل فيها. وبعد لما اللحمة سيبناها تتبل ساعة، نبتدي دلوقتي نقطع الخضار. معانا فلفل الوان، فلفلية صفرة، هنقطعها شرايح بالطول كده رفيعة، ومعايا كمان فلفلاية حمراء هقطعها برضو شرايح رفيعة بالطول. فلفل اخضر هفضي ده كله في بولة، هقطع كمان نص فلفلاية خضرة شطة، طبعا دي اختيارية، اللي مش حابب ما يضيفهاش. معانا مشروم هنبتدي برضو نقطعه كده شرايح، وبعد لما قطعت المشروم هحطه على الخضار في البولة دي. ومعايا بصلاية هبتدي اقطعها برضو شرايح رفيعة بالشكل ده. هحط البصلة برضو على الخضار، وبعدين هندخل على النار نشوف هنعمل ايه بعد كده. وفي طاسة على النار حطيت مادة دهنية، وهبتدي انزل بقى بالخضار كله اللي انا قطعته، وهقلب فيه لغاية ما يدبل. بس انا مش عايزة الخضار يستوي، انا عايزة الخضار بتاعي يبقى مقرمش
الطعم باين فيه، ما يبقاش طري كده ومش حلو، مش هياخد على النار ثواني. بعد لما قلبنا الخضار على النار كام تقليبه كده، ما عادش بالظبط دقيقتين، هنضيف ملح بسيط كده عشان بس الخضار يبقى مملح، وفلفل اصفر، وهنقلب تقليبه واحده بس عشان لما ضفنا الملح الخضار ما ينزلش ميته، بس يعني الخضار يتملح وبعد كده يبقى خلاص كده. بس هو كده مظبوط. هبتدي بقى ارفعه من على النار. وفي نفس الطاسه بعد لما شلنا الخضار هنبتدي بقى ننزل باللحمه. ونشوحها كده على النار. طبعا بتكون النار عالية شوية، وبعد كده بنوطي النار. هنهدي بقى النار على الاخر ونغطي الطاسة ونسيبها تستوي براحتها خالص لغاية لما اللحمة بتاعتنا تستوي. وبعد لما اللحمة استوت زي ما احنا شايفين، انا ما زودتلهاش مية خالص، زي ما قلت لكم انا وطيت عليها تستوي على الهادي خالص، هي نزلت ميتها وشربتها منها فيها وكمان استوت كويس. حطيت الخضار وهبتدي اقلب بقى الخضار كده مع اللحمه. شايفين شكل الخضار اصلا والالوان اللي فيه في منتهى الروعه مع اللحمه. بجد الفاهيته دي اكله حلوه جدا، كلكم في البيت اكيد هتحبوها. هقلب بس فيها تقلبتين كده وبعد كده تكون خلصت. وكده خلاص الفاهيتة بتاعتنا استوت وخلصت. زي ما احنا شايفين شكلها وريحتها وطعمها بتبقى في منتهى الجمال. الوجبة دي مغذية جدا، مفيدة جدا، وحلوة جدا، سهلة كمان وسريعة جدا، ما بتاخدش وقت خالص. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف كمان على قلبكم. لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، واتمنى اللي ما اشتركش في القناة ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل ويدخل على القناة، هيلاقي فيها وصفات كتير اتمنى انها تنال اعجابكم. استنوني فيديوهات تانية كتير واشوفكم على خير، وباي باي.